للحديث أكثر حول الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار الدكتور علي عباس الشويخ، المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص. بعد التحية، ما هي جهود النيابة العامة في مجال الاتجار بالأشخاص؟ بداية نشكر تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة لبيان جهود النيابة العامة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. في الحقيقة أن جهود النيابة العامة تمثلت في إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق والتصرف في مثل هذه الجرائم، وتم تدعيمها بعناصر من أعضاء النيابة العامة المتخصصين والمتدربين للتحقيق في هذه الجرائم. كذلك بالنسبة للتدريب والتطوير المستمر لأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي الذين يتعاملون مع جرائم الاتجار بالأشخاص، كذلك الحماية الجنائية التي توفرها النيابة العامة لضحايا الاتجار بالأشخاص من خلال إيداعهم دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأخيرا أطلاع المجتمع بكافة البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة بجرائم الاتجار بالأشخاص. نعم دكتور علي، ما هي دلالة حفاظ مملكة البحرين اليوم على الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؟ كما تفضلتي أن الحفاظ على الفئة الأولى للسنة الرابعة لم يأتي إلا بعد جهود كبيرة من كافة المؤسسات، سواء مؤسسات إنفاذ القانون أو السلطة القضائية أو الجهات الداعمة. نعم. كذلك من ضمن الأمور التي تم الإشارة إليها في التقرير هو إنشاء النيابة التي سلف بيانها، كذلك إنشاء محكمة متخصصة للفصل في مثل هذه القضايا، كذلك سرعة تقديم الجناء إلى المحاكمة الجنائية، تنوع قضايا الاتجار بالأشخاص من خلال العديد من صور الاتجار، كذلك توفير الحماية لكافة المجني عليهم في مثل هذه الجرائم، وأخيرا إلى التعاون الدولي التي تقوم به النيابة العامة مع كافة الدول المرتبطة بمثل هذه الجرائم. نعم، المستشار الدكتور علي عباس الشويخ، المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، شكرا جزيلا لك.